السلام عليكم. اليوم مع بعض نشوفه حلول تمارين كراس النشاطات فرنسية سنة الثالثة ابتدائي صفحة 12-13. نبدأ على بركة الله. عندنا هنا la lettre E. نشوفه مع بعض les quatre formes de la lettre E. تلميذ لازم يعرف باللي dans chaque lettre il y a quatre formes d'écriture. عندكم les deux formes cursive, attaché, adouli l'esco, حروف لي جوي l'esco, et les deux formes script détaché. هادوما ما يلصقوش نصيبوهم في الكر في الكتاب عفوا وهادوما نلقاوهم في الكراس. نبداو التمرين الاول. Je colorie les dessins quand j'entends e. ألون الرسومات عندما اسمع E, le son E. Cheval, che, smet, E, che, cheval. Obitali, hna, on va colorier. Talbou mna lounou. Lounou hna, le cheval. Ma talbouch mna lounou mouhaddad, yani hna tqdrou tlounou b'ay loun tchibou, ha, mayhamch. رسم تاني هنا عندنا بورت بورت ما سمعناش الاو اذا هنا ما لونوش. هنا عندنا فنتر ف ف فنتر سمعنا او ف وبالتالي لونو هنا النافذه النافذه لا فنتر ف لونو النافذه. فوالا ندوزو للرسم الثالث الرابع. هنا عندنا كارطابل كارطابل ما سمعناش او سمعنا كارطابل وبالتالي ما لونوش هذا ما لونوش لابورت ما لونوهاش. ساك ساك نفس الشيء هنا ما سمعناش الاو ما لونوش. تروس تروس نفس الشيء هنا ما سمعناش اذا ما لونوهاش. باتو باتو نفس الشيء ما سمعناش الاو هنايا اذا ما لونوش. شميز شو سمعنا او شو وبالتالي هنا راح نلونو لا شميز القميص لونو لا شميز معنا او ش. مونتخ مونتخ الساعة مونتخ هنا ما سمعناش اذا ما لونوهاش. اذا في هاد التمرين راكو رايحين تلونو شوفال فنتخ شميز داكوغ. ندوزو الان التمرين التاني. J'entoure tous les E que je vois. أحيطو كل ما نشوف E ندير عليها دائرة. أحيطو les E que je vois. O O E إذن هنا رايحين ندور عليها. U I A E هنا نحيط E majuscule. هنا لو E majuscule راح ندور عليه. الخطأ اللي يقع فيه العديد من التلاميذ كي يقولوا لهم هنا في التمرين entour tous les E que tu vois يدوروا غير على لي E minuscule اللي يشبهوا لهذاك السؤال. هي خطأ. هنا عودوا أنا عودوا أولادكم وتلاميذكم أنه شاك لتر فيها 4 فورم كيما وريت لكم في البداية وبالتالي التلميذ راح يدور راح يحيط على les deux lettres minuscules et les deux lettres majuscules cursive et attaché e cursive et script. نكملو عندي هنا e la même chose j'entoure au head c e هنا تاني عندي e majuscule e e minuscule o a
او او هنا عندي او محيط دي فوالا هنا رانا كملنا دورنا على تو لي او كونافي جوزو التمرين الثالث جونتور نفس لا كونسيني سي لا ميم كونسيني كوم لو دوزيام اكزرسيس جونتور تو لي او كو جو فوا احيطو كامل لي او لي نشوفهم كي نقولو هنا لي او معناها لي 4 فورم دو او 1 جو نو 1 جو نو راني نشوف هنا او وبالتالي رايحين ندور عليها جونتور امين هنا امين راني نشوف في الاو مانيش نطقو فيه بصح رانا نشوفو فيه قالنا كي تشوفوه دوروا عليه انا نحيط ان شيفال شيفال هنا راني نشوف الاو فوالا دوروا عليه اون 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 سيريز هنا رانا نشوفو اون فيها الاو و سيريز فيها دو او يعني كلش هنا 3 دون لي زونتوري une porte نفس الشيء هنا راني نشوف مانيش ننطق في الاو بصح راني نشوف فيه جو لو فوا بالتالي ندور عليه une pelote une pelote هادو رانا نشوفو فيهم ماناش نطقو فيهم une pelote والاو هذا هو اللي رانا نطقو فيه طلبوا منا ندورو على لي او اللي نشوفوهم وبالتالي ندورو عليهم كامل مفهوم الان جوزو للتمرين الرابع سي هنا و زالي فيغ دو ليكريتور الخط هنا التلميذ راح يتعلم يحترم الفسح باش هكذا ليكريتور تاعو تكون جميله وتحترم الفسح لازم نحترموا الفسح جيكري سور مون اردواز بوي جو ريكوبي دون مون كايي نبداو نكتبوا لها لا لتر او مينوسكول اي او ماجوسكول الوغ لو او مينوسكول نكتبوا فيه فسحه واحده ها درجه واحده برك درجه واحده ما نخرجوش منها مفهوم او او هنا ماهوش مري مليح القلم فوالا هنا ويبان احسن فوالا فسحه واحده فقط نكتب الاو هنا كيما الخطوط تاع الكراس حذاري هكذا لازم نكتبوا ما نفوتوش ما نجوزوش فسحه واحده اخرى لو او مينوسكول يتكتب فيه فسحه واحده فقط الان لو او ماجوسكول ما نكتبوش من تحت ونجو طالعين خطا نكتبوه من الفوق من الفسحه الثالثه نحط القلم ولا السياله في الفسحه الثالثه نبدا 1 2 3 ونرجع للفسحه الاولى نعاود نبدا من الفسحه الثالثه فوق من الدرجه الثالثه هنا ندير 1 2 3 ونتحصل على لو او ماجوسكول فوالا نعلموا اولادنا يكتبوه بالطريقه الصحيحه ماشي بالمقلوب فوالا نبداو من الفسحه الثالثه وننزل فوالا هذه لو او مينوسكول كورسيف اتاشي هادو هما لي دو او اللي نشوفوهم في الكراس واللي نسيبوهم في الكتاب هما هادوهم فوالا نوريكم هنايا فوالا هادو هما لي او اللي كتبناهم دوك وهادو هما لي او سكريبت اللي نسيبوهم في الكتاب ما يلصقوش هادو ما عندهمش يديهم وهادو ما يلصقوا شوفوا عندها يدها هنا تلصق مع حرف واحد اخر هادي ثاني عندها يدها هنا تلصق مع الحرف الاخر صافي هادو اتاشي وهادو ما ديتاشي داكو ندوزو الان للصفحه 13 جو كولوري لي ديسان كونجونطون اي هنا راح نقراو لا لتر اي واش الفرق بين لو او اي لو اي هو لاكسون اللي من الفوق هاد لاكسون لو بتيت اكسون كي دوسو هذا هو الفرق بيناتهم راح يغير فقط النطق يغير النطق معناتها كي نقول او نحيلو لاكسون راح نقراه او وكي نديرو لاكسون نقراه اي نفس الحرف هو نفس الحرف نبداو التمرين الاول جو كولوري كولوري معناتها جاي من الكولور من لي كولور ها الون جو كولوري لي ديسان كون جونطون اي عندما اسمع الصوت اي étoile et étoile lune ou l'étoile puisqu'on a entendu et
هنا عندنا ايكول، مدرسة ايكول، اي تبدا بالاي، ها ايكول سمعنا اي، اذا لونها لونو ايكول. فوالا هنا عندنا اورلوج، عفوا عفوا غيفي، منبه غيفي، سمعنا جوج مرات غيفي، اذا لونو لو غيفي منبه. ندوزو للمثال الاخر الاخر، في لو، في لو سمعنا اي في، وبالتالي راح نلونو لو لو فيلو. استعملوا اي لون يعجبكم، ما يهمش ما طلبوناش لون معين، استعملوا اللون اللي نحبوه، انا نحب الالوان الفاتحه ما يهمش. اذا ندوزو للمثال الاخر، عندنا هنا اون بوي، بوي بوي سمعنا وي، إذن اي سمعنا اي، إذن راح نلونوها. هنا بي بي سمعنا زوج مرات اي، بي بي إذن لونو لو لو بي بي. هنا عندنا فواتور، فواتور ما سمعناش اي، إذن هادي ماناش رايحين نلونوها. فواتور، تابي زربية، تابي كيف كيف، هنا ما سمعناش لو لو اي، كاين بزاف يغلطوا هنا يقولك تابي، هي ماشي تابي هي تابي، اي على فان اي، مالا هنا اي اس ما نكتبوش، هنا ما ماشي راح نلونوه. ندوزو للتمرين الثاني، جونتور تو لي اي كو جو فوا، نفس الملاحظة اللي درتها في التمرين الثاني صفحة 12، تو لي اي معناها لي دو لاتر مينوسكول اي لي دو فورم ماجوسكول، كامل رايحين ندورو عليهم. اي رانا نشوف هنا اي ماجوسكول فوق لاكسون، نعم رايح ندور عليه. جونتور اي اي اكسون مينوسكول، كيف كيف ندور عليه. بي اي راهي ليك لاكسون من الفوق، اذا ندور عليه. اي او جي اي نفس الشيء، هنا ندور عليه شوحي احيط احيط، هنا عندي اي اي ماجوسكول اكسون ندور عليه جونتور، او ماجوسكول جونتور باردون، هنا لو او شتو، هنا لو او ما ندوروش عليه باش طلبوا منا، ندور على لي اي، او سي اي اي اي، هنا عندنا على فان دو اي كو نو جالون اونتوري. فوالا ندوزو الان للتمرين الثالث، جونتور احيطو نفس نفس لا ميم كونسيني تو لي اي كو جو فوا، اون ايكول ايكول ندور على لو لو اي كو جو فوا، ان بي بي هنا سمعنا زوج مرات اي، ان ريفي ان ريفي هنا كاين او اكسون جو في اونتوري، ان نيكوري écureuil e نطقنا لو اي ندور على لو اي، ان épouvantail épouvantail e، ان blé e، اذا ندور عليه. التمرين الرابع طلبوا منا جو ريكوبي، انقل معناتها نعاود نكتب هذا الحرف نعاودوه ننقلوه هنايا، هنا عندنا قلنا سي كوم لو او، نعاودو نفس فسحة وحدة نفس يتكتب كيما لو او نزيدو لو لاكسون دوسو، هذا ما كان او نديرو لو لاكسون يولي اي، نكتب او مينوسكول نديرو لاكسون نقراه اي، او مينوسكول نديرو لاكسون يولي اي، نفس الشيء او ماجوسكول قلنا يبدا من الفسحة التالتة، ان دو اي تخوا نديرو لو لاكسون دوسو، نبدا من الفسحة التالتة ان دو اي تخوا وننزل نديرو لو لاكسون. فوالا نبدا من الفسحة التالتة وننزل نديرو لاكسون دوسو. فوالا فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوا.
وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تابوني في لاشين وتخليولي تعليق، والسلام عليكم.